سؤال النهاردة هيكون: هل انتم متوقعين ان الاسبوعين الاجازة اللي احنا اخدناهم في المدارس والجامعات، هل تفتكروا ان هما هيتمدوا لشهر؟ سيبوا اجاباتكم تحت في الكومنتات، وانا بالنسبة لاجابتي هتلاقوها موجودة في اول كومنت تحت. طب يا جماعة، حابة اوريكم outfit of the day، بيجامة النهاردة بما ان كله قاعد في البيت، ايه رأيك؟ يعني عايزة اقول لكم ان ده كان بتاع المدرسة بتاعتي، لو بتاعت السينيور يير، وعادي سبوت بانس وشبشب وشراب. ايه رأيكم؟ جماعة احنا بقالنا قد ايه؟ بقالنا 3 4 ايام في الاجازة دي، وخلاص انا اتجنن، ولسه ما عداش اول اسبوع من الاسبوعين اللي المفروض ان هما الجامعات في المدارس واخدينها اجازة، او يعني هي تقريبا العالم كله واخد الاسبوعين دول اجازة زي الحجر الصحي كده، بس هو حجر منزلي الحقيقة. فطبعا خلاص انا هتجنن، مش قادرة، خصوصا ان انا اصلا في العادي ما كنتش بقعد في البيت، يعني انا كنت بنزل كل يوم الساعة 8 الصبح، تقريبا ارجع الساعة 8 بالليل، فخلاص مش قادرة بجد، هتجنن. ومن زمان جدا جدا جدا، يعني من ايام ما كنت تقريبا في المدرسة ما قعدتش القعدة دي، اللي هو في البيت كده قاعدة مش بعمل حاجة، ما ورايش حاجة. فقررت بقى ان احنا، عارفة ان اكيد ناس كتيرة قوي زيكم عاملين زيي، فقلت ليه لا بقى نعمل فيديو ونشوف ايه الافكار، يعني حتى لو انتم عندكم اي افكار ممكن نعملها في البيت غير الافكار العشر حاجات اللي انا هقولها لكم عليهم اللي انا عملتهم اوريدي يعني، وهم دول بقى اللي هكمل الاسبوعين بتوعي بعملهم. قولوهم تحت في الكومنتات عشان نساعد بعض يعني بدل اللي احنا فيه ده. اولهم مفيش مذاكره، انا بالنسبه انا ده قلق، انا خلاص قررت انا مفيش مذاكره، انا واصحابي كده مع بعض اتفقنا ان احنا خلاص يا جماعه مفيش مذاكره. ليه؟ عشان والله لو احنا رجعنا يعني ما في الموضوع ان احنا نرجع بعد اسبوعين ده هو حاجه غير معلومه، يعني المفروض ان هم قالوا until further notice، يعني لحين اشعار اخر، احنا مش عارفين، ما يمكن بعد الاسبوعين دول يقولوا لا والله ده احنا لسه هنكمل، فانا اكيد مش هذاكر للميد تيرمز قبلها بثلاث اسابيع، يعني عقبال ما هيجي الامتحان هبقى نسيت خلاص المعلومات اللي كنت المفروض. فانا معتبره نفسي في اجازه صيف، يعني او اجازه نص السنه، بس حتى الفكره ان انا في اجازه صيف او اجازه نص السنه مش بقعد القعده دي، بس يعني الحمد لله. عندنا دلوقتي 10 حاجات هقول لكم عليهم انتوا ممكن تعملوهم في البيت، ويعني مش هيحتاجوا منكم اي حاجه غير ان انتوا قاعدين في البيت. اولا عايزين ان احنا يعني ناس اتكلمت كتير وقالت يا جماعه هي فرصه تو ريفلكت اون يور سيلف، وتفكر مع نفسك وتقعد مع نفسك وتهدى كده، الواحد اللي هو يقعد مع نفسه. متفقه جدا جدا مع الكلام ده، بس هي الفكره في حاجه واحده، ان انت لما انت يعني ساعات انا كنت اللي هو بنزل كل يوم كل يوم كل يوم، اجي مثلا يوم الجمعه اللي هو اقول انا هقعد النهارده في البيت، انا مش هعمل حاجه، مش عشان حاجه بس انا محتاجه ان انا اقعد في البيت. بس الموضوع بقى لما بيبقى اكبر، يعني انت مجبر انك تقعد في البيت، اللي هو دي بقى بتبقى هي وحشه، مع ان ممكن احنا اصلا 3 ايام اللي فاتوا دول كنا نبقى في فترات كثيره قوي احنا من نفسنا بنقعدهم في البيت، ولكن هو الموضوع عشان اكبر، عشان احنا مش قادرين ننزل، عشان احنا مغصوبين عن الموضوع ده، فبيبقى الموضوع رخم شويه وبنحس بزهق مش طبيعي. فحضرت لكم 10 حاجات ممكن ان احنا نعملهم في البيت، يعني ممكن يسلوا شويه وقتنا. طبعا اول حاجه بالنسبه لي زي ما انا قلت لكم قبل كده، هو ان خلاص ده حتى يعني لا هو ما بقتش النزول حتى بس عادي هو اللي ممنوع وجامعه ومدارس، لا ده كمان الجيم ما بقاش موجود، عشان يعني لو فكرنا فيها هو فعلا مكان انه ينشر انفكشنز بشكل جامد قوي يعني، فالحمد لله مش مشكله. دلوقتي قررت ان انا ان شاء الله هتمرن خلال الاسبوعين دول، او يعني اسبوع 10 ايام ان شاء الله، يعني الموضوع ما يطولش، في البيت. طبعا الموضوع مش بيكون زي ما بتتمرنوا في الجيم او بتتمرنوا برا او كده، ولكن يعني هو اصلا الفكره ان انت تقوم نفسك، يلا قومي البسي عشان تتمرني، اللي هو لا حتى حماس بقى اللي هو حماس المشوار، حماس ان انت رايحه في حته ما بقاش موجود قوي، ان هو انا هقوم البس عشان اتمرن في الاوضه، يعني تقيل شويه، ولكن يعني احسن من ما فيش خالص. ولكن ناوي ان انا ان شاء الله ممكن اصور لكم فيديو تمارين في البيت، وقبل ما انا اصور يعني هو انستجرام مليان ويوتيوب مليان لتمارين في البيت، وانا كنت مصوره اوريدي قبل كده تمارين في البيت، فكل ده هتلاقوه موجود يعني على اليوتيوب. تاني حاجه اقروا كتاب، بدات ان انا اقرا الكتاب ده اللي فاكر اللي كان بيتفرج على الفيديو بتاع معرض الكتاب ده، كتاب بتاع صاحبتي واسمه وراء جدران القلوب، فده يعني حاجه بدات اعملها كده برضو، اللي هو الوقت بيضيع وقت شويه، بشغل كده بلاي ليست، ممكن تعملوا برضو تلاقوا بلاي ليست موجوده على اليوتيوب كده، ليا حاجات ريلاكسنج او كده، واشغلها جنبي موسيقى هاديه وامسك الكتاب واقعد اقرا فيه، ايه بيضيع وقت حبه حلوين، وفي نفس الوقت نبقى استفدنا بطريقه حلوه يعني. تالت حاجه، وده الروتين بتاعي كل يوم قبل ما انام،
هوني بقى بدأت ايه اشوف، عارفين اللي هو ما كانش عندي حياة قبل كده، دلوقتي بدأت الدنيا تبقى في حياة وكده. فبدأت ان انا اتفرج على مسلسل جديد اللي بدأته دلوقتي، هو How to get away with murder. هو 5 seasons، كل season بتاع 15 حلقة، كل حلقة بتاع 40 دقيقة، فيعني it takes so much out of my time، وبيضيع وقته وفي نفس الوقت هو في تفكير ذكي قوي قوي قوي، عشان هو بيتكلم عن ان هي محامية وبتطلع الناس من قواضي قتل، فيعني بيشغل المخ حلو قوي يعني، وانت تبقى اكسبكتنج ان هي تعمل حاجه وفي الاخر تلاقيها بتعمل حاجه عكس ده. فيعني مسلسل ذكي، اتفرج عليه على نتفليكس، موجود على نتفليكس، اسمه How to get away with murder. وساعات بقى لما الاقي نفسي اوت اوف مود ان انا اتفرج على المسلسل، بتفرج لي كل يوم كده على فيلم يعني، الموضوع مش روتين كل يوم كل يوم يعني، بس اهو بيضيع وقت شويه. رابع حاجه هو ان انتوا بتقعدوا مع عيلتكم، ده تقريبا بعمله الصبح اللي هو بعد لما افطر خلاص، واحنا تقريبا كلنا اجازه، فاحنا كلنا قاعدين مع بعض تقريبا من زمان جدا 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 ما اتجمعناش احنا الخمسه نبقى في نفس الوقت قاعدين مع بعض في البيت. فيعني كويس بنقعد مع بعض بنهزر بنضحك وبتاع، وممكن نشغل التلفزيون شويه، ممكن نقعد انا بقربهم ميمز وكوميكس. يا جماعه انا بعشق فيسبوك، انا بموت فيه، انا طول النهار اتفرج على الكوميكس اللي موجوده على فيسبوك بتقتلني. الجاليري بتاعت الموبايل بتاعتي بقت كلها ميمز كوميكس، فدي فعلا انا طول ما انا قاعده اللي هو انا تقريبا اللي هو اينما قلقت تواجدت يعني تواجدت الميمز والكوميكس، فانا بقرفهم بالميمز والكوميكس. تقريبا بعد الاسبوعين دول هم هيقطعوا علاقتهم بيا او هيقفلوا لي الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعي. خامس حاجه، حاجه انا عملتها انا واصحابي، ان احنا مش عارفين نخرج، كنا بنقول يا جماعه تعالى ننزل، بعد كده كل واحد بدا اللي هو لا يا جماعه احنا ما ينفعش ننزل، الموضوع مش كويس واتس نوت سيف، واه احنا ممكن تكون مناعتنا كويسه واحنا مش خايفين من الموضوع قوي، بس يعني خلاص ما جاتش على الاسبوعين دول، طيب نعمل ايه؟ نتكلم فيديو كول. فتحنا فيسبوك ماسنجر وعملنا كونفرنس كول كلنا، وكل شويه بقى حد يدخل، اللي يبقى فاضي يدخل واللي مش فاضي يخرج وبتاع. قعدنا مثلا بتاع حبه حلوين بجد، احنا قاعدين بنلعب مع بعض وبنهزر وكده وبنتكلم في حاجات زي كاننا خارجين مع بعض، وعملناها فيديو كول وكانت حلوه بصراحه، كانت لذيذه. سادس حاجه، انتوا عارفين طبعا ان المطبخ is one of my passions، يعني مطبخ الاء يا جماعه اللي مش عارف ان انا عندي سلسله على اليوتيوب اسمها مطبخ الاء بعملها. فبس الفكره بجد ان انا الفتره اللي فاتت في الجامعه ما عنديش وقت خالص، هو ان انا كنت اعمل بقى، والفكره ان كل الاكلات اللي انا بحب اعملها يعني انا مش غاويه ان انا اللي هو اعمل غدا او فطار او كده، لا بحب اعمل اللي هو الديزرتس، الحاجات اللي هي فيها فن شويه، فتبقى محتاجه وقت يعني، ما ينفعش الموضوع ما يبقاش بسرعه. فتلاقوني بقى دلوقتي ايه اشغل اغاني جنبي واقعد اطبخ واعمل وبتاع، بيبقى الموضوع بالنسبه لي بيطلع ستريس رهيب، وفي نفس الوقت هو ديتوكس من مسكه الاستاذ ده اللي الواحد فعلا بقى ماسكه 24 ساعه. فاللي هو لا انا مشغله اغاني على جنب وقاعده بشتغل، بتلاقوني برقص في المطبخ وبعمل، بصوا بتبقى يعني بتبقى حفل، هو بجد موضوع يعني ستريس ريليفنج شويه. وده يجيبنا لسادس نقطه، هو ان انت لو انت عندك موهبه او انت عندك موهبه انتوا بتحبوها، وبسبب الدراسه وبسبب الجامعه وبسبب كل الكلام ده خلتكوا تبعدوا عن الموهبه دي، سواء بترسم سواء بتكتب سواء بتعمل اي حاجه في الدنيا، ارجع للموهبه دي، ومش هقول لك نميها بس اشتغل عليها. عشان انا عندي حاجه، الفكره ان انا عايزه اقول لكم حاجه ممكن محدش هيعرفها عني، بس انا مثلا بالنسبه لي عندي موهبه الرسم، انا بعرف ارسم رسمي حلو. ففتره من فترات كانت الناس قبل ما تاخد الجامعه تقولي طب ليه ما تدخليش فنون تطبيقيه او فنون جميله او كده، اقول لهم انا بحب الرسم كستريس ريليف، او ان انا حاجه اعملها لما اكون انا حابه، مش عايزه ان هي تبقى واجب عليا الجامعه هتقرفني بيها، اللي هو انت عليكي تسليم انت عليكي ما اعرفش ايه وكده. فتعالى بقى روح للموهبه، او روحي للموهبه بجد اللي انت بتحسي ان هي ستريس ريليف بالنسبه لك، اللي انت بتعمليها كحاجه كده تهديكي، مش كحاجه تبقى اجبار عليكي. ده بالنسبه لي برضو اليوتيوب، يعني اللي هو انا بعمل الحاجه دي عشان انا بحبها وبحب البروسيس بتاعتها وبتهديني كده وبتخليني في مود حلو، فارجع للموهبه بتاعتك واشتغل عليها. بالنسبه بقى للبنات، اهتمي بنفسك. انا عايزه اقول لكم ان انا اهتميت بضوافري وبشرتي وشعري خلال الثلاث ايام دول، بجد حسيت اللي هو ياه اخيرا عندي وقت ان انا اعمل بقى سكين كير روتين والحاجات دي، اتس بيرث ات، يعني هتحسوا ان انتم مبسوطين كده، حسيت لها ايه ده الله انا شكلي حلو، خصوصا بقى خلي بالكم احنا قاعدين في البيت، فاللي هو طب ما انا عايزه يبقى شكلي حلو يعني، انا قاعده مش بعمل حاجه، فطب خلاص ما يعني انا ما بنزلش، اللي هو انا بالنسبه لي بحب اللي هو اصلا حته اللي هو قبل ما اكون نازله بلبس واحط ميك اب واعمل الطرحه ومش عارفه ايه واختار الطقم وكده، فحسيت اللي هو يعني وانا في البيت بصراحه هكون صريحه معاكم بيبقى شكلي مبهدل جدا، فاللي هو I have no other option، فخلاص why not بقى، تعالى نعمل سكين كير ونهتم بضوافرنا ونهتم بشعرنا ونهتم ببشرتنا وكل الكلام ده، وهتبقى يعني حاجه في مصلحتنا تبقى الاجازه الاسبوعين دول. وانت على فكره كولد برضو ممكن تعمل كده يعني، بس حاجات الولاد انا بصراحه ما اعرفهاش يعني، ممكن بقى تشوفوا شعراوي هو شاطر قوي في الحاجات دي. تسع حاجه، احنا محتاجين كلنا ان احنا نشم هوا، يعني خلاص الواحد انا تعبت بقى من قعده البيت ومن قعده الاوضه
لا الواحد فعلا تعب. فطب اكيد كل واحد عنده حتى ولو بلكونه صغنونه كده، لو انت عندك جنينه اقعدوا فيها شويه، اقروا قران بره، اسمعوا حاجه انتوا بتحبوها، اقرا الكتاب اللي انت عايزه بس يكون بره في البلكونه. يعني مهم جدا 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 فعلا ان الواحد يشم هواء في الفتره دي، عشان القعده في البيت حتى يعني الاكسجين والكلام ده مش زي لما بتطلع كده تشم هواء بره، بيغير في المود وفي النفسيه بشكل كبير قوي. عشر حاجة بقى واخر حاجة هو ان انتوا تتابعوني على انستجرام وعلى اليوتيوب وتشتركوا في القناة، عشان الفترة اللي جاية هيكون في فيديوهات من النوعية دي كتير جدا، عشان I have no other thing to do غير اللي انا بعمله ده. ما ورايش اي حاجة تانية غير القناة على اليوتيوب والاكاونت على الانستجرام. هتلاقوني على طول طول النهار بنزل على الانستجرام ستوريز بقى، وانا بعمل الالوفيرا، جبت الالوفيرا عشان اعمل بيه وشي، وانا بعمل اكل جديد، وانا بعمل الفطار بشكل حلو. يعني تبقى موضوع لذيذ. يعني لو حابين ممكن تروحوا تتابعوني على الانستجرام، تشتركوا في القناة عشان الفيديوهات اللي جاية باذن الله. وبس كده، يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. لو اي حد عنده اي فكرة تانية هو بيحب ان هو يعملها هو في البيت، يا ريت تسيبوه عشان نستفيد من بعض كده يعني، والبيت الدنيا ما تبقاش مملة، ونعدي كده نزوق الاسبوعين دول على خير باذن الله يا رب. يعني ربنا يزيل الفتره دي، وتاكدوا تاكدوا ان هي ان شاء الله فتره وهتعدي. وبيقول لكم دايما you know there's sunshine behind that rain، يعني بعد المطره بيبقى فيه ضوء شمس قوي. فيعني بما معناه ان بعد الفتره الصعبه هيجي الفتره الحلوه، وان مع العسر يسرا. بس كده ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.